في إطار أحياء الذكرى 69 لاندلاع الثورة التحريرية، أشرف والي الولاية السيد مصطفى ليماني رفقة الوفد المرافق له على القيام بخرجة ميدانية إلى كل من بلدية قصر الأبطال، بلدية عين المان، بلدية أولاد سيد أحمد، وبلدية جلال. لتتضمن الزيارة وضع حجر الأساس وتدشين عدة مشاريع تربوية تتمثل في ابتدائيات ومتوسطات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع التنموية المتجسدة في توفير الماء والسكن والكهرباء لصالح المواطن. يجيبوا لو ما كانش ندبوا ولد تحت طريق البيلك، تفضل فوق طريق البيلك من بين الجبال تنظر عين الماء اللي قال لك جيت نهار وقفت ثاني، تفضل عندك جو بوزيادي كذا الخير هم غايبين هما اللي خدموا الطرق هذا، ولبقى لي تقول لقاها خير مرنا بلا بلدية جواد الطريق خدمتهم بعد راحت وفي بعضنا. ولتختتم الخرجة بوضع حيز الخدمة لمشروع إنجاز خزان مائي بسعة 2000 متر مكعب لتدعيم وتثبيت ساكنة منطقة أولاد شبل بولجباس ببلدية جلال بالمياه الصالحة للشرب. حاجة مهمة في الأولاد هذه المدرسة الابتدائية اللي قعد عامين تنصيب باش تكمل، هذه ماهيش مقبولة، نقول للناس شهر 7 شهور ماكسيموم بور ليكول بريمير، 8 مواه بور انسيور، ماكسيموم 12 مواه بور ليسي. المشروع ينطلق بالمبلغ اليوم، قد ما نطولوا قد ما المبلغ هذاك اللي ما يكفيش، دونك طون ريستي دون لي ديلي باش ان شاء الله البروجي يكون دابور فيني نعطيوه للقطاع باش يستلموا في 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 بالمبلغ المسجل به. نعم.